هذا وشهدت بطولة العالم للغطس العالي في البحرين مشاركة فاعلة وتفاعلا جماهيريا مميزا خلال انطلاقة البطولة التي تفردت بموقعها المميز وتنظيمها الذي نال على اعجاب الحضور من مختلف دول العالم. بأجواء حماسية ومشاركة عالمية واسعة انطلقت منافسات بطولة العالم للغطس العالي في مملكة البحرين بمشاركة 40 غطاسا من 16 دولة في مشهد بانورامي سلط الأضواء على معالم المملكة التي لفتت انتباه الجماهير في أجواء من المتعة والترفيه التي استمتع بها الحضور. بالنسبة لبطولة العالم للغطس المرتفعات مهمة أول شيء للمنطقة لنشر وعي هذه الرياضة، هذه الرياضة موجودة في كل جميع قارات العالم، في الوطن العربي في بداية الغطاسين من مصر، لكن من دول منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لحد الآن ما في، لكن وجود أبطال العالم ووجود الدول المتقدمة في هذه الرياضة في مملكة البحرين راح تعطي مهمة لنا للمستقبل أن لنشر هذه الرياضة لأنها مهمة، زائد أن يكونون إن شاء الله عيالنا الجيل القادم أن يقدرون أن يشاركون فيها. استضافة هذه البطولة على أرض مملكة البحرين عكس حجم التطور الكبير لمملكة البحرين رياضيا، والذي أهلها لتنظيم واحدة من أبرز المنافسات العالمية، وهو ما يضعها على مرتبة متقدمة عالميا في مجال استضافة الرياضات المائية. استضافة البطولة العالم للغطس العالي هي من أهم البطولات التي تقام حق الغطس العالي، لأن هي بطولة تأهيلية حق سنغافورة 2025، وهذه المحطة الأولى، تعتبر البطولة الأولى في الموسم للغطاسين. استعدادات طبعا أول شيء اختيار الموقع كان جدا مهم، كان يعني كنا حريصين أن نطلع تراث البحريني، المعالم البحرينية في المنطقة، والمنطقة جميلة هي، ويمكن أول مرة تقام على جسر وينطون في البحر، يعني هذا شيء مميز لهذه البطولة. يعني كان في اجتماعات تنسيقية وعدة جهات رسمية. It's a great honor to be here today at this beautiful event that is, you know, one more. يشرفني أن أكون هنا اليوم في هذا الحدث الجميل. إنه حدث رياضي آخر تحتضنه البحرين. إنني منبهر جدا من كون مملكة البحرين تزدهر في المحافل الرياضية العالمية في ظل دعم وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للرياضة. واليوم هذا الحدث الجميل يظهر جمال وتطور البحرين للعالم، وأهنئ المسؤولين في البحرين على هذا الإنجاز. جهود كبيرة واستثنائية بذلتها المملكة للاستعداد لهذا الحدث الرياضي الكبير، حيث تضافرت جهود اللجنة الأولمبية البحرينية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للألعاب المائية وعدد من الجهات المساندة لضمان نجاح هذه النسخة من البطولة في حلة بحرينية فريدة ومتميزة. إنجازات كبيرة ومتتالية تحققها مملكة البحرين في مختلف مجالات رياضية، تتتوج اليوم باستضافة البطولة العالم للغطس العالي في قلب العاصمة المنامة التي باتت اليوم محط أنظار العالم من خلال استضافة هذه البطولة وإنجاحها على مستوى العالم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.